الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في لجنة إفشاء السلام بدأنا عملنا منذ أكثر من عام. نعم، وطبعا ذلك بسبب أعمال العنف التي لا مبرر لها في وسطنا العربي، والتي زادت في الفترة الأخيرة وأدت إلى سقوط أبرياء بدون أي سبب، وهذا شيء مؤسف. وهذا طبعا لا نتكلم فقط عن الحرام والحلال، ولكن أيضا يعني إحنا كمجتمع، مجتمع في الداخل الفلسطيني هون قاعدين نتفسخ. أكاد أقول إنه العنف في داخل الوسط العربي، في داخل الوسط الفلسطيني هون، هو النكبة الثانية لنا، وهذا لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن نستمر بهذا الشيء. لذلك إحنا تعلمنا هذا الخطوة اليوم، طبعا بعد عدة خطوات قمنا فيها بالسابق، اليوم ستكون صلاة جمعة قطرية إن شاء الله. نتأمل طبعا ونتوجه إلى كل جماهيرنا العربية بغض النظر عن انتماءاتهم، أن طبعا يكونوا معنا ويشاركونا في هذه الصلاة إن شاء الله رب العالمين. وطبعا ستتبع خطوات أخرى في المستقبل.